الإصدارات في كل مجالات أدبية تاريخية في اللسانيات علمية في اللسانيات معاجم أيضا. وعملا بأحكام المرسوم الرئاسي 21-250 المتضمن ترسيم السابع جوان من كل سنة يوما وطنيا للكتاب والمكتبة، فإننا على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية مجندون أكثر من أي وقت مضى من أجل دعم ومرافقة كل المبادرات الرامية إلى تشجيع الإبداع والمقروئية وتثمين المعرفة والثقافة من خلال إبراز دور المكتبات في تكوين الأجيال وتنوير العقول. وهنا أغتنم هذه السانحة لعرض بعض إنجازات المحافظة السامية الأمازيغية في مجال التأليف والكتابة والترجمة على مدار 28 سنة من نشأتها. فالبداية كانت سنة 1999 بإصدار جد محتشم بثلاثة عناوين فقط، ثم انتقلنا منذ 2004 إلى صياغة برنامج نشر قائم بحد ذاته برنامج سنوي يحتوي على مجموعة من الإصدارات حسب إمكانياتنا المالية لتليه عملية شراكة واسعة مع بعض دور النشر العمومية والخاصة بداية من سنة 2014-2015 كتتويج لكل هذا المجهود. وإلى غاية سنة 2022 تتصدر المحافظة السامية الأمازيغية الريادة في مجال النشر باللغة الأمازيغية بأكثر من 325 عنوان والعشرات من الوسائط الرقمية والسمعية البصرية. يجب في هذه الظروف السانحة بترسيم هذا اليوم الخاص بالمكتبة أننا نسعى من أن نجد أحسن السبل لارتياد المكتبات والرجوع إلى المطالعة التي هي طبعا عامل أساسي في حياة المجتمع لكي تصبح جزء من الثقافة السلوكية كما كانت في السابق، والتي تنتقل من جيل لآخر وفي نفس الوقت لكي تعمل على تطوير ثقافة شعبنا. وكما يجب كذلك إحياء المكتبات، وهذا ما يقع حاليا، ولكن للأسف الشديد نلاحظ بأن هذه المكتبات جسد بدون روح، يعني ارتيادها قليل جدا وضعيف، وبالتالي لابد علينا نحن أن نجد أحسن السبل لطبعا استعمال هذه المكتبات للمقروئية في بلادنا. وفي الختام أجدد الترحاب بالضيوف الكرام، متمنياً لهم جميعاً إقامة طيبة بيننا، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يديم نعمة الأمن والأمان للجزائر الشامخة العزيزة الأبية السيادية في أمن وأمان، وهي طبعاً عزيزة أبية، والمجد والخلود لشهداء الأبرار. وأعلن على افتتاح هذه التظاهرة، والسلام عليكم. ولي الجبل. ولي الجبل. إيه. يعني الولي بودرار. إيه. الولي بودرار. إيه. كتبت بالعيدة عليه. من سيدة مزورو يكتبن أونجال سمازيغا. يكون تيجري كاين الأمل، السوق اللي تدار تعرض باش كنيا أثغراني مغاريين يقولوا السينا سمازيغا. أول رواية. أول رواية. مكتوبة بالأمازيغية، لأن أمازيغ كتبوا في السابق باللغة اللاتينية. أو الرواية في التاريخ كتبها واحد آخر اسمه الآخر الحمار الذهبي، الحمار الذهبي هذيك اللي كتبها قبيل ولكن كتبها باللاتينية ذاك الوقت، مقرا في عهد الإغريق اسمه أغيولندر. ايوه، ولكن مكتوبه بالفرنسيه لاندور، يعني الحمار الذهبي. وهذه راهي مترجمه للغه العربيه. مترجمه، وهذه ثاني كانت ترجمه للغه العربيه باش الناس تستفيد، يعني هذا التور تاعنا يلزم الى قاضي سينا، الى قاضي سينا. بالنسبه لكم انتم واش تمثلوا؟ كل مثل تيجريين الامل، يعني دار النشر. دار النشر. دار النشر حنايا عندنا دار خاصه تاع تكتب بالامازيغيه اسمها تيجريين ايمل. ايمل معناها بالامازيغيه المستقبل. المستقبل. ايوا المستقبل، وترجمنا القران مع القران بالامازيغيه، هو اللي هي مصحف موجود.
شكرا لكم سيداتي سادة الحضور. تنمية والنهيكة لنظام